ضيفتنا بالاستديو نيفين بشيتي صاحبة نادي نيفو كورنر للأعمال اليدوية. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. صباح. يسعد صباحك. صباحك. بالبداية يمكن فعالية سوريا أمنا اللي كلنا بحاجة لها وخاصة بعيد الأم يلي أكيد صادف بنفس يوم الفعالية، خلينا نحكي أكثر عن الفعالية بعد ما شفنا الأجواء، خلينا نحكي عن الفكرة، خلينا نحكي عن المشاركة وعن الفعالية بشكل عام يلي أقيمت بنادي الجلاء. هلأ هي الفكرة هي كانت فكرة جماعية، حبينا نعمل إيفنت حلو لنساعد الأمهات ونفرح أبناء الشهداء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا بأمن كتير بالدمج، بحب الجمعيات كلياتها تتشارك مع بعضها، بحب الأطفال كلياتهم يتشاركوا مع بعضها، لأن يعني فكرة النادي عندي هو نادي أعمال يدوية للأطفال. دائما نحن بنشجع كل شيء يدوي اللي هي بتطلق الخيال عند الولد، هي بتشجع له مخيلته أبدع فيها كثير. هذه هي الفكرة اللي أنا عم شجعها رقم واحد من 12 سنة بهذا المجال، والأكثر أنه ندمج الطاقات الشبابية مع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العادية. يمكن اليوم بالظروف الصعبة اللي عم نعيشها واللي عم تعيشها البلد كثير مهم نسلط الضوء على هي النشاطات والفعاليات خصوصا عند الأطفال، يمكن لأنه عندهم طاقات كثير كبيرة وكثير قوية لازم نستثمر. قديش مهم اليوم نستثمر هي الطاقات بيمكن مجالات متعددة مثل الأعمال اليدوية، مثل ما قلنا أطفال مثل عاديين عم يتم عملية دمجهم مع أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كمان هي فيها مشاركة. أكيد طبعاً. هلأ أهم شيء الدمج، يعني أنا بروح وبرجع وبأكد على فكرة الدمج. بالنادي عندي دائماً بنستقبل حالات خاصة، بس لازم يكون في مشرف مسؤول عنهم أو حدا متابع حالتهم مع الأطفال العاديين، هو كتير بيحسن من حالة الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان الطفل الثاني بيحس بمعاناة غيره، يعني ما حدا حيحس بمعاناة الفئات الثانية من الأطفال أو من المجتمع إذا ما شارك. ويعني أنا دائما بشجع الأعمال اليدوية لأن هي بتطلق الخيال، يعني في أقسام عندي بالنادي فيها غرفة الخياطة، غرفة الخياطة عندي إياها الصبيان بيخيطوا فيها أكثر من البنات. يعني هي دائما كان الأهالي يتخوفوا منها إنه ابنه قاعد عم بيخيط طول الوقت عندي، بقول لهم بالعكس هذا بيطلع مكانينه. بالاحتفالية كان في عنا آخر فقرة هي تلوين لوحة جماعية للأطفال كلياتهم، يعني العدد كان تقريبا 350-400 طفل كلياتهم نزلوا على اللوحة قاعدين عم يرسموا، هن عم بيفرغوا الطاقات المكمونة جواتهم. يعني هذا كان أنا بشجعه وبحب، أنا بحب الطفولة إجمالا يعني. نعم، يمكن هلا بالظروف الصعبة نحن كتير بحاجة أطفالنا لهيك فعاليات. طبعا لازم دائما يكون في شيء نفسه عن غضبهم، يعني صح. الطفل ما دائما بتعرفيه إنه حزين أو غضبان إلا عن طريق هي الأعمال، أنت بتقدري تكشفي عن نفسيته من الألوان اللي بيستخدمها، من الأشكال اللي بيرسمها، من طريقة تصرفه مع رفقاته. بقال هذا الشيء نحن دائما لازم، يعني إن شاء الله هي ما حتكون أول مبادرة نحن حنعملها، إن شاء الله كل شهرين ثلاثة أشهر هيكون في مبادرة نتوجه فيها لفئة تانية، يعني ما حتكون الفئة كل اللي حنتوجه فيهم هنا الأطفال الأيتام، لا هيكون في أمراض السرطان، حيكون في هون أمراض السكري، حتى حيكون نحن حنعمل شيء إيفنت للمسنين. بقال نحن حنتوجه تقريبا لجميع الفئات. يعني أنتم بتعملوا شيء وبعدين بتروحوا على الفعاليات مع الأطفال يلي بالمركز؟ هلا نحن بالعادة بنعمل فعاليات بقلب الجمعيات أو بقلب المستشفيات، بس هالمرة حبينا نعملها أكبر ولما عدد أكبر من الأطفال، وهي كانت عم نتابع مع بعض بعض المقتطفات. هي كانت عن طريق نادي جلاء الرياض. نعم. هون الأطفال هون عملنا لهم مسرحية هاتفة أول شيء عن الأم، فكرة الأم ومين الأم وقد ايه بتتعذب الأم حتى جابتهم وربتهم وعمتهم، بقى كان هو هيك جو مبهج، الأطفال هون عم يرقصوا كلياتهم مع بعض وعم يلعبوا. طيب خلينا نحكي بما أنه هي أول نشاط بتقوموا فيه، خلينا نحكي شو الهدف الأساسي من هيدا النشاط، وبعد ما قمتي بهيدا النشاط قلتي أنه أنا حققت الهدف الأساسي، في هدف تاني لازم حققه، قديش صار في مسؤولية لما أنت تشوفي هي الفرحة بعيون الأطفال وهي البسمة والأمل الموجود فيه؟ هلأ ما في شيء بيضاهي فرحة الطفل أبداً، يعني بالاحتفالية أنا نزلت صرت أرقص معهم، يعني ما في شيء عندي أسمى من أنك تسعدي طفل. هي رقم واحد. رقم اثنين شو كان قديش
يعني بعد ما قمتي بهي الفعالية الهدف الأساسي اللي أنت كنتي حاطتي؟ هو الهدف الأساسي عندي هو إسعادهم، هو رقم واحد، هذا اللي نحن كنا منفكر فيه. قديش صار في مسؤولية؟ والمسؤولية هي طبعا مسؤولية بهالظروف إجمالا، يجوا كنا خايفين كثير وخايفين حدا من الأطفال لا سمح الله يصير معه شيء، بس الحمد لله الشباب اللي كانوا معي قد وقدود، كان تعاونت مع مبادرة نحن أصدقاء، كان في كرو معهم، التيم تبعهم كان عم بينظم معنا، وهنن يلي تواصلوا مع الجمعيات الخيرية، وكمان تواصلنا مع جمعية ساعد المدير التنفيذي طارق المنجد كان معنا هو والشباب ويعطيهم. كان في أعداد كبيرة وتفاعل جدا كبير. كان في أعداد الحمد لله، يعني أنا توقعت إنه ما الكل يجي، بس تقريبا ما كل العدد، بس تقريبا كان في قريب 400 طفل ومع أهاليهم. نعم، خلينا شوية نحكي بعد ما عملتوا هذا الإيفنت والتقيتي مع الأهل، قديش كانوا راضيين، قديش كانوا مبسوطين، قديش كانوا سعيدين؟ هلأ كل أب وأم هنن هدفهم بالحياة، يعني بينسوا حالهم بعد ما يصير عندهم أولاد، وبصير تركيزهم على الطفل أولادهم، بدهم ياهن أهم شيء يكونوا مبسوطين سعيدين، تربيتهم ناجحة، تعليمهم ناجح. بقى الوقت لما يشوف أي أب وأم ابنه مبسوط أكيد حتكون سعادتهم غامرة، وأنا هذا الهدف مني، أن يكون أقدر أدخل السعادة لقلب الطفل، لأن هن الجيل يلي رح يبني بعد هالمحنة يلي نحن فيها. وهي تعليمهم المحبة لبعض، إذا ما غرسنا بقلبهم المحبة، إذا ما غرسنا بقلبهم المحبة والتسامح، والتسامح رقم واحد، ما رح ينشأوا بنفسية جيدة يقدروا يبنوا بعد هالعذاب يلي أهلهم ضحوا فيه. طيب خلينا نحكي عن النشاطات والفعاليات النادي الأخرى، يعني قلتي النادي عمره تقريبا 6 سنين، شو النشاطات اللي بتركزوا عليها أكثر شيء؟ شو أهم النشاطات اللي قمتوا فيها؟ هلأ مجال أعمال يدوية أنا فيه صلي 12 سنة بعمل بالمولات وبالمطاعم، كان كورنرز صغيرة للأعمال اليدوية، كانت فكرة كتير جديدة على البلد وكلياته يعني كانت استهجنها، بس بعد فترة الحمد لله تطورت وصار الكل يعرف شو يعني أعمال يدوية ويشجعوها أكثر من الإلكترونيك جيمز، كل شيء ألعاب إلكترونية للطفل، وصار عندي 18 فرع. وقت بلشت الأزمة الحمد لله خسرنا كل شيء بالمحافظات، وصفيت بقلب الشام، عملت أول نادي من 6 سنين، نادي نيفو كورنر، كان أول فرع لي بالمالكي مجمع الحلواني تحت مطعم جوستو، عندي غرفة موسيقى تعليم موسيقى، أنا بشجع كثير الموسيقى، عندي مطبخ كامل متكامل، الأولاد هنا بيطبخوا بإيدهم وبيشتغلوا وبيجلوا كامل، عندي غرفة خياطة هي من يعني أحب غرفة إلي، لأن منها انطلقت المشروع الثاني تصميم الأزياء، وعندي غرفة كوافور الأولاد والبنات هنا بيساووا شعرهم وبيعملوا ميك اب وبيتعلموا الضفاير والقص كلياتهم، وفي غرفة المكتبة فيها ليجو، فيها كل شيء كرافت بيعملوه اعمال يدويه الاولاد، وفي تلوين وفي تعليم انجلش وفرنش عندي، وفي بعدين غرفه برا فيها سينما 3D شاشه 3D، وفيها بصير الرقص والاكتيفيتي النشاطيه. نعم نيفين، احكي لنا بس بتكون تحضروا لاي ايفنت، كيف بتحضروا الاولاد، كيف شيء ما يتعارض مع يمكن نشاطهم اليومي، كيف كلكم بتجتمعوا، يمكن بتزيد ساعات اجتماعكم مع بعض، بتتساعدوا الفريق يلي معكم كمان يلي بيهتم بالاطفال، كيف بيحضروا بيشرح له وانه بيتشاركوا الاطفال بمثل هيك حدث؟ هلا اكيد طبعا، هلا هي الاحتفاليه لو ما كانت، أول شيء بدي أشكر سرية الموسيقى بوزارة الداخلية يلي كانوا على الجبهات عم بيحاربوا، وقت لما قدت بعثت لهم الدعوة أنهم يشاركونا، يعني كانت سعادتي بأعلى قمة، وقت لما لقيتهم كلياتهم شباب لابسين البدل العسكرية للموسيقى وجايين تاركين الجبهات وجايين يشاركونا، بتشكرهم، بشكر سيادة اللواء محمد العلي قائد إيليا جورجوس على تفانيه بعمله وتعليمه الموسيقى للفرقة تبعيته،
بدي اشكر سياده اللواء موفق جمعه لتعاونه رئيس النادي الرياضي الاتحاد الرياضي. بشكر السيد امجد وبشكر مدام سوسن اللي عاونونا بنادي الجلاء. نعم. مديرنا نادي الجلاء. بشكر مبادره نحن اصدقاء. وقت لما تلاقي ناس عندهم هذا التفاني انهم يساعدوا الناس بلا مقابل وبهاللفه، لان هن اللي نظموا مع الجمعيات الخيريه، انا ما عندي المعرفه الكونتاكت تبعات الجمعيات الخيريه، هن اللي كانوا هن منظمين كل الامور. امتى الساعه، امتى اليوم المناسب، كان كلياته تحت رعايته. كان يمكن في مجهود جبار. اكيد بدنا نشكر كل القائمين طبعاً على هي الفعاليه اللي ذكرتيها. ساعد الشباب، جمعيه ساعد كانوا يعني على القلب دائما، الله يعطيهم العافيه. طيب بالختام شو بتحبي توجهي كلمه لكل مشاهدينا، لكل يمكن للي عنده طفل حابب يستثمر طاقات الموجوده جواته ومو عارفان وين بده يوجهه؟ هلا انا دائما بقول للاهالي عطوا من وقتكم لاولادكم وتفهموا رغباتهم. كل مين بيبرع بشيء ينمي له اياها. انا وصغيره كانت موهبتي هي الاعمال اليدويه من انا وصغيره، ووقت كبرت تركت كل شيء مجال انا درست فيه وتوجهت للاعمال اليدويه، ان كان بالاعمال اليدويه للاطفال او ان كان مجال تصميم الازياء وكل شيء خياطه بشغل الايد. بل انا بقول لهم خلي ابنك يبدع باللي بيحبه ودعمه وعطيه حريته، واكيد رح يطلع منه شيء مهم ان شاء الله. اكيد نحن كمان بدنا ندعي كل الاهل بدورنا انه اي موهبه عندهم اياها لاطفالهم يهتموا فيها اكثر وينموها اكثر حتى لو في ظروف صعبه، لانه مثل ما ذكرتي هن جيل مستقبل سوريا. اكيد هن البنات بعد. صحيح. هن بنات الجيل الجاي وهن اللي بدهم يبنوا سوريا الحديثه. صحيح. نحن كثير بدنا نتشكرك وموفقين. بتشكركم. وشكرا لكل حدا يمكن تعب لطلعت هيدي الفعاليه اللي ذكرته واللي ما ذكرته. بتشكر فريقي نادي نيفو كورنر، كانوا الشباب الله يعطيهم العافيه يومين ما ناموا. حسام بعلبكي كان قد المسؤوليه، محمد عليا، رنيم مفتي، رام كل المفتي، شبابي كلياتهم. نعم. بشكرهم يعني. اكيد بنشكرهم كلهم دون استثناء. بختامنا نتشكرك، نتمنى لك التوفيق، واكيد كاميرا الاخباريه السوريه رح تكون مرافقتكم بجميع النشاطات والفعاليات، لانه منذ بدايه الازمه لليوم في كثير من الجمعيات الشبابيه نحن عم نحاول ندعمها، لانه الشباب السوري في ظل الازمه اثبت انه عنده اراده حياه قويه جدا. بيستاهلوا فعلا، بيستاهلوا كل خير، وبشكر كل مين ساعدنا بهي الاحتفاليه. نعم، شكرا كثير لك.